فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص مقيم في المملكة وهو في حاجة إلى تجديد إقامته وليس عنده شيء، فهل يعطى من الزكاة لتجديد هذه الإقامة؟ نعم، هذا من الضرورات. إذا كان مسلما ويحتاج إلى تجديد إقامة ولا عنده مبلغ يغطي التكاليف يساعد من الزكاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.